بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلاب الصف التاسع، معكم معلمة اللغة العربية انشراح السيد من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. طلابي الأعزاء، في الحصة السابقة تعرفنا على مفهوم إن وأخواتها، وتعرفنا أيضا على عملها ودلالاتها، وها نحن اليوم وإياكم في الحصة الثانية لنتعرف على صور اسم إن وخبرها وبطلان عملها. طلابي الأعزاء، دعونا الآن نتعرف على أنواع اسم إن وأخواتها. اسم إن وأخواتها يأتي على عدة صور. دعونا الآن نتعرف على صور اسم إن وأخواتها، وذلك من خلال الأمثلة الآتية. نقول: إن الأدب جميل. أين اسم إن في هذه الجملة؟ اسم إن في هذه الجملة الأدب. ونقول أيضا: لعل المسألة سهلة. أين اسم لعل في هذه الجملة؟ إذن اسم لعل في هذه الجملة المسألة. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ عزيزي الطالب بأن اسم إن واسم لعل جاء في هاتين الجملتين اسما ظاهرا. إذن ماذا جاء؟ جاء اسما ظاهرا. ماذا تستنتج إذن؟ نستنتج مما سبق ما يلي: اسم إن أو إحدى أخواتها يأتي اسما ظاهرا، ونستطيع أن نقول اسما مفردا، ونستطيع أن نقول أيضا اسما صريحا. طلابي الأعزاء، دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب اسم إن. نقول: إن الأدب جميل. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح. الأدب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نقول: لعل هذا طالب نشيط. أين اسم لعل في هذه الجملة؟ إذن اسم لعل في هذه الجملة هذا. إذن ما الصورة التي جاء عليها اسم لعل في هذه الجملة؟ أحسنتم، جاء اسم لعل في هذه الجملة اسم إشارة. ونقول أيضا: ليت هذين الرجلين مخلصان. أين اسم ليت في هذه الجملة؟ إذن اسم ليت في هذه الجملة هذين. إذن ما الصورة التي جاء عليها اسم ليت في هذه الجملة؟ نلاحظ بأن اسم ليت في هذه الجملة جاء اسم إشارة. ماذا تلاحظ إذن؟ نلاحظ بأن اسم لعل واسم ليت جاء في هاتين الجملتين اسم إشارة، جاء اسم إشارة. ماذا تستنتج إذن؟ إذن ماذا تستنتج؟ نستنتج مما سبق ما يلي: اسم إن أو إحدى أخواتها يأتي اسم إشارة. دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب اسم إن وأخواتها. نقول: لعل هذا طالب نشيط. لعل حرف ترج ونصب مبني على الفتح من أخوات إن. هذا اسم إشارة مبني في محل نصب اسم لعل. ليت هذين الرجلين مخلصان. لاحظ يا تاسع بأن كلمة هذين اسم إشارة،
ودلت على مثنى، وبما أنها دلت على مثنى فإنها تعامل معاملة المثنى في الإعراب، إلا أنها ملحقة بالمثنى لأنها ليست مثنى وإنما ملحقة بالمثنى. فعند إعراب هذين نقول: ليت حرف تمن ونصب مبني على الفتح من أخوات إن، هذين اسم إشارة، اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. إذن هنا أعربنا كلمة هذين إعرابا صريحا، قلنا هذين اسم إشارة، اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. إذن عاملناها معاملة المثنى في الإعراب. نقول: علمت أن الذي يحترم الآخرين محبوب، أين اسم أن في هذه الجملة؟ إذن اسم أن في هذه الجملة الذي، ما الصورة التي جاء عليها اسم أن في هذه الجملة؟ أحسنتم، جاء اسم أن في هذه الجملة اسما موصولا. ونقول أيضا: لعل اللذين شاركا في المسابقة متفوقان، أين اسم لعل في هذه الجملة؟ إذن اسم لعل في هذه الجملة اللذين، ما الصورة التي جاء عليها اسم لعل في هذه الجملة؟ إذن نلاحظ عزيزي الطالب بأن اسم لعل جاء في هذه الجملة اسما موصولا. ماذا تلاحظ إذن؟ نلاحظ بأن اسم أن واسم لعل في هاتين الجملتين جاء اسما موصولا، جاء اسما موصولا. ماذا تستنتج إذن؟ نستنتج مما سبق ما يلي: اسم إن أو إحدى أخواتها يأتي اسما موصولا. دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب اسم إن وأخواتها، وذلك من خلال هذه الجملة. نقول: علمت أن الذي يحترم الآخرين محبوب، أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح من أخوات إن، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم أن. ونقول: لعل اللذين شاركا في المسابقة متفوقان. لاحظ يا تاسع بأن كلمة اللذين اسم موصول ودلت على مثنى، وبما أنها دلت على مثنى فإنها تعامل معاملة المثنى في الإعراب، إلا أنها ملحقة بالمثنى لأنها ليست مثنى وإنما ملحقة بالمثنى. فعند إعرابها نقول: اللذين اسم موصول، اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. إذن هنا أعربنا كلمة اللذين إعرابا صريحا مثل المثنى، قلنا اللذين اسم موصول، اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. إذن عاملناها معاملة المثنى في الإعراب. ونقول أيضا: ليته في الصف، أين اسم ليت في هذه الجملة؟ إذن اسم ليت في هذه الجملة الهاء في ليته، ما الصورة التي جاء عليها اسم ليت في هذه الجملة؟
أحسنتم، جاء اسم ليت في هذه الجملة ضميراً متصلاً. ماذا تلاحظ إذن؟ نلاحظ عزيزي الطالب بأن اسم ليت في هذه الجملة جاء ضميراً متصلاً. ماذا تستنتج؟ نستنتج مما سبق ما يلي: اسم إن أو إحدى أخواتها يأتي ضميراً متصلاً، يأتي ضميراً متصلاً. دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب إن وأخواتها من خلال هذه الجملة. نقول: ليته في الصف. ليته، ليت حرف تمن ونصب مبني على الفتح من أخوات إن. الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ليت. إذن نستنتج مما سبق ما يلي: اسم إن وأخواتها يأتي اسما ظاهرا واسم إشارة واسما موصولا وضميرا متصلا. طلاب الأعزاء، بعد أن تعرفنا على أنواع صور اسم إن وأخواتها، دعونا الآن نتعرف على أنواع خبر إن وأخواتها. خبر إن وأخواتها يأتي على عدة صور. دعونا نتعرف على صور خبر إن وأخواتها، وذلك من خلال الأمثلة الآتية. نقول: كأن الهلال بدر. أين خبر كأن في هذه الجملة؟ إذن خبر كأن في هذه الجملة بدر. ونقول أيضا: البيت جديد لكن الأثاث قديم. أين خبر لكن في هذه الجملة؟ إذن خبر لكن في هذه الجملة قديم. ماذا تلاحظ؟ إذن نلاحظ عزيزي الطالب بأن خبر كأن وخبر لكن جاء في هاتين الجملتين اسما ظاهرا، جاء اسما ظاهرا. ماذا تستنتج إذن؟ نستنتج مما سبق ما يلي: خبر إن أو إحدى أخواتها يأتي اسما ظاهرا، ونستطيع أن نقول اسما مفردا، ونستطيع أن نقول أيضا اسما صريحا. دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب خبر إن وأخواتها، وذلك من خلال هذه الجملة. نقول: كأن الهلال بدر. كأن حرف تشبيه وتوكيد ونصب مبني على الفتح من أخوات إن. بدر خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. ونقول أيضا: البيت جديد لكن الأثاث قديم. عند إعراب لكن نقول: لكن حرف استدراك ونصب مبني على الفتح من أخوات إن. ونقول أيضا: لعل المطر يهطل. أين خبر لعل في هذه الجملة؟ إذن خبر لعل في هذه الجملة يهطل، ولكن ما نوعها؟ إذن نوعها جملة فعلية. ما الصورة التي جاء عليها خبر لعل في هذه الجملة؟ إذن نلاحظ عزيزي الطالب بأن خبر لعل في هذه الجملة جاء جملة فعلية. ماذا تستنتج إذن؟ نستنتج مما سبق ما يلي: خبر إن أو إحدى أخواتها يأتي جملة فعلية، يأتي جملة فعلية. دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب خبر إن وأخواتها، وذلك من خلال هذه الجملة.
نقول لعل المطر يهطل. يهطل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من يهطل في محل رفع خبر لعل. ونقول أيضا ليت الطالب أخلاقه مهذبة، أين خبر ليت في هذه الجملة؟ إذن خبر ليت في هذه الجملة أخلاقه مهذبة، ولكن ما نوعها؟ أحسنتم، إذن نوعها جملة اسمية، إذن خبر ليت في هذه الجملة أخلاقه مهذبة ونوعها جملة اسمية. ماذا تلاحظ إذن؟ نلاحظ عزيزي الطالب بأن خبر ليت جاء في هذه الجملة جملة اسمية، ونلاحظ بأن جملة أخلاقه مهذبة مكونة من مبتدأ وخبر، واتصل بالمبتدأ ضمير، وهذا الضمير يعود على الطالب. إذن ماذا تستنتج؟ نستنتج مما سبق ما يلي: خبر إن أو إحدى أخواتها يأتي جملة اسمية، يأتي جملة اسمية. طلاب الأعزاء، دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب خبر إن وأخواتها، وذلك من خلال هذه الجملة. نقول ليت الطالب أخلاقه مهذبة. أخلاقه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. مهذبة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، والجملة الإسمية من أخلاقه مهذبة في محل رفع خبر ليت. نقول علمت أن الفلاح في حقله، أين خبر أن في هذه الجملة؟ إذن خبر أن في هذه الجملة في حقله، ولكن ما نوعها؟ أحسنتم، إذن نوعها شبه جملتين من الجار والمجرور. إذن خبر أن في هذه الجملة في حقله، ونوعها شبه جملتين من الجار والمجرور. ما الصورة التي جاء عليها خبر أن في هذه الجملة؟ إذن نلاحظ عزيزي الطالب بأن خبر أن في هذه الجملة جاء شبه جملتين من الجار والمجرور. ماذا تستنتج؟ إذن نستنتج مما سبق ما يلي: خبر إن أو إحدى أخواتها يأتي شبه جملتين من الجار والمجرور. دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب خبر إن وأخواتها، وذلك من خلال هذه الجملة. نقول علمت أن الفلاح في حقله، في حرف جر، حقله اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة من الجار والمجرور في حقله في محل رفع خبر أن. ونقول أيضا إن الكتاب تحت الطاولة، أين خبر إن في هذه الجملة؟ إذن خبر إن في هذه الجملة تحت الطاولة، ولكن ما نوعها؟ إذن نوعها شبه جملتين ظرفية، إذن خبر إن تحت الطاولة، ونوعها شبه جملتين ظرفية. إذن ما الصورة التي جاء عليها خبر إن في هذه الجملة؟
نلاحظ عزيزي الطالب بأن خبر إن في هذه الجملة جاء شبه جملتين ظرفية، جاء شبه جملتين ظرفية، ماذا تستنتج إذن؟ نستنتج مما سبق ما يلي: خبر إن أو إحدى أخواتها يأتي شبه جملتين ظرفية. دعونا الآن طلاب الأعزاء نتعرف على كيفية إعراب خبر إن وأخواتها، وذلك من خلال هذه الجملة. نقول: إن الكتاب تحت الطاولة. تحت ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، الطاولة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة الظرفية من تحت الطاولة في محل رفع خبر إن. نستنتج مما سبق ما يلي: خبر إن وأخواتها يأتي اسما ظاهرا، ويأتي أيضا جملة، إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، ويأتي أيضا شبه جملة، إما جارا ومجرورا وإما ظرفية. أحسنتم. طلاب الأعزاء، دعونا الآن نتعرف على تقدم خبر إن على اسمها. نقول: إن في الحقيبة كتاباً. أين خبر إن في هذه الجملة؟ إذن خبر إن في هذه الجملة في الحقيبة، ولكن ما نوعها؟ أحسنتم. إذن نوعها شبه جملتين من الجار والمجرور. إذن خبر إن في هذه الجملة في الحقيبة، ونوعها شبه جملتين من الجار والمجرور. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ عزيزي الطالب بأن خبر إن في هذه الجملة تقدم على اسمها. لماذا؟ أحسنتم. لأن خبر إن في الحقيبة جاء شبه جملتين من الجار والمجرور، واسم إن كتابا جاء نكرة. أحسنتم. إذن نستنتج مما سبق ما يلي: خبر إن وأخواتها يتقدم على اسمها إذا جاء الخبر شبه جملتين من الجار والمجرور، وجاء اسمها نكرة. دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب خبر إن وأخواتها، وذلك من خلال هذه الجملة. نقول: إن في الحقيبة كتابا. في حرف جر، الحقيبة اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار والمجرور من في الحقيبة في محل رفع خبر إن مقدم. ونقول أيضا: لعل أمام المنزل زائرا. أين خبر لعل في هذه الجملة؟ إذن خبر لعل في هذه الجملة أمام المنزل، ولكن ما نوعها؟ أحسنتم. إذن نوعها شبه جملتين ظرفية. إذن خبر لعل في هذه الجملة أمام المنزل، ونوعها شبه جملتين ظرفية. إذن ماذا تلاحظ؟ نلاحظ عزيزي الطالب بأن خبر لعل في هذه الجملة تقدم على اسمها. لماذا؟ أحسنتم. لأن خبر لعل أمام المنزل جاء شبه جملتين ظرفية، واسم لعل زائرا جاء نكرة. أحسنتم جميعا. إذن نستنتج مما سبق ما يلي: خبر إن وأخواتها يتقدم على اسمها إذا جاء الخبر شبه جملتين ظرفية، وجاء اسمها نكرة.
دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب خبر إن وأخواتها، وذلك من خلال هذه الجملة. نقول: لعل أمام المنزل زائرا. أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف. المنزل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة الظرفية: من أمام المنزل في محل رفع خبر لعل مقدم. إذن نستنتج مما سبق ما يلي: يتقدم خبر إن وأخواتها على اسمها وجوبا إذا جاء الخبر شبه جملة، أي جارا ومجرورا أو ظرفا، وجاء اسمها نكرة. طلاب الأعزاء، دعونا الآن نتعرف على دخول ما الكافة على إن وأخواتها، وماذا يحدث لإن وأخواتها بعد دخول ما الكافة عليها، ونقصد بما الكافة أي الزائدة. إذا دخلت ما الكافة على إن وأخواتها فإنها تكف إن عن عملها، أي تلغي عمل إن وأخواتها. تأمل عزيزي الطالب المثالين الآتيين. نقول: إن العلم نور. ونقول أيضا: إنما العلم نور. لاحظ عزيزي الطالب الفرق بين هاتين الجملتين. في الجملة الأولى حين قلنا إن العلم نور لم يتصل بإن أي شيء، فالعلم هنا جاءت اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. بينما في الجملة الثانية حين قلنا إنما العلم نور، نلاحظ بأن إن اتصل بها ما، وهذه الما اسمها ما الكافة أي الزائدة. فعند دخول ما الكافة على إن وأخواتها فإنها تكفها عن العمل، أي تلغي عمل إن. فالعلم هنا تصبح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ونور خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. إذن نستنتج عزيزي الطالب أن عند دخول ما الكافة أي الزائدة على إن وأخواتها فإنها تكفها عن العمل، أي تلغي عمل إن وأخواتها فتصبح لا عمل لها. ونعرب ما بعدها مبتدأ وخبر للمبتدأ، إذن فهنا يبطل عمل إن عند دخول أو اتصال إن بما الكافة. إذن نستنتج مما سبق ما يلي: إذا اقترنت إن أو إحدى أخواتها بما الكافة أي الزائدة ألغت عملها، أي ألغت عمل إن وأخواتها. ونعرب ما بعدها مبتدأ وخبرا للمبتدأ مرفوعين باستثناء ليت. إذن ليت هي الوحيدة من أخوات إن يجوز فيها الإعمال والإهمال بحسب السياق، فلها اسم وخبر، مثل عندما أقول: ليتما المطر ذاهب. فالمطر هنا جاءت اسم ليت، وذاهب جاءت خبر ليت. إذن يسمى الأسلوب المشتمل على إن وأخواتها المقترنة بما الكافة أي
الزائدة أسلوب حصر، ويجوز أن نعرب إنما أداة حصر. طلاب الأعزاء، بهذا نكون قد انتهينا من شرح درس إن وأخواتها. ألقاكم في الحصة القادمة إن شاء الله. دمتم أحبتي بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.